يعملوا نقل النساء وحدهم نقل الرجال وحدهم. شو راه بيعمل يا اختي؟ زين بلاد حرج يرحم والديك، انا في بلاد مسلمه. كل واحد وعقلته كيفاش، معناتها كل واحد كيفاش يتصرف، معناتها كيما هو ما يرضاش في اخته معناتها يرضى في بنت الناس، معناتها عادي ربي يهديهم وكهو. لا ما نكرديش، مانيش حماس انا، نفعل طول. شنو رايك اليوم قاعدين نشوفوا في تحرش بصفه غريبه في وسائل النقل، شنو رايك؟ والله اش باش نقول لك، شنو رايك في الموضوع؟ رأيي والله ما نعرفش، انا يعملوا نقل النساء وحدهم نقل الرجال وحدهم هكا. معناتها تعب تقول لي ليش، شنو رايك انت، شنو السبب نتاعها، شنو سبب انتشارها، علاش ولينا هكا؟ ما نعرفش شو راه بيعمل يا اختي. كيفاش شو راه بيعمل؟ والله ما نعرف. يشرب يغلط، اي صحيح هذيك يشرب. علاش اللي يشرب يمشي يتحرش بغيره هو؟ اي باز هو فما عباد صاحيين ويتحرشوا عادي يعني. تي هذاك كل واحد عقلته كيفاش، معناتها كل واحد كيفاش يتصرف، معناتها كيما هو ما يرضاش في اخته معناتها يرضى في بنت الناس، معناتها عادي. قول انت ترجع للتربيه. اي والله كل واحد وتربيته. اي صحيح كل واحد كيفاش متربي، فهمت؟ شنو تحب تقول لهم انت المتحرشين؟ ربي يهديهم وكهو. انا في بلاد مسلمه، انا في بلاد مسلمه يزيو متحرش. اي والله زيو بلاد حرش يرحم والديك، انا في بلاد مسلمه. شنو واخ كاو شو نقول بالله، وانت تحرش انا محل، انا عمري ما تحطيت فيه الموقف هذا، خاطر بيتي ما تحطش. ما شفتش قدامك، ما صارش قدامك؟ لا ما صارتش قدامي، حتى كلام، حتى تبزنيس، حتى ليك كنكبلوا ساعدوا يا اختي، كبلوا ساعدوا بس كنت كبلوا ساعدوا. صحيت اي تعطيت ريحه عادي يا بنتي، ما ضاربة راني أنا إنسانة، ما أنت اللي يغلط في حقي راني والله أقسم بالله راني ما، أنا صحيح ما نظلمش كل شيء، ما واحد يشيص يظلمني راني ما، حتى أنا راني ما نرحمش. ما تكرديش أنت معني. لا ما نكرديش، مانيش حماس أنا، نفعل طول. اللي تقولوا تفلعوا. أي والله. شنو تحب تقول للمتحرشين في تونس؟ وشنو حسب رأيك السبب باش ينقص الظاهرة هذه؟ والله يعني قلت لك معناتها ربي يهديهم. ديجا انا كتشوف معناتها في بلاد مسلمه وعباره يهود، معناتها عايشين في بعضنا، واحد ما يرحمش الاخر وكهاو. معناتها ترى تقصير من القانون، هاي تنجم تقول معناتها زاد كل واحد وكيفاش عايش في المونتاليتي في مخه، معناتها كل واحد كيفاش متربي، فهمت؟ كهاو فيك صح عايش. يعملوا نقل النساء وحدهم نقل الرجال وحدهم، شو راه بيعمل يا اختي؟ زين بلاد حرش يرحم والديك، انا في بلاد مسلمه. كل واحد وعقلته كيفاش، معناتها كل واحد كيفاش يتصرف، معناتها كيما هو ما يرضاش في اخته معناتها يرضى في بنت الناس، معناتها عادي ربي يهديهم وكهو. لا ما نكرديش، مانيش حماس انا، نفعل طول.